اسمودك سوريا الآبية، سوريا الله حاميها، سوريا الله حاميها. تجابه الحكومة التونسية إلى اليوم تبعات خيارات سياسية وإقليمية ودبلوماسية وصفت بالكارثية كانت الحكومات السابقة قد اتخذتها. قطع العلاقات مع سوريا كان أحد هذه القرارات المتهافتة التي وعد الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي في حملته الانتخابية برأبها وتصحيحها، نظراً لأهمية العلاقة التونسية السورية وما لتبعات تواصل انقطاعها من خطورة دبلوماسية وأمنية على البلدين. هناك قرار اتخذ من رئاسة الجمهورية المؤقتة وهو لا يلزم الشعب التونسي وليس فيه لا يحتكم إلى القوانين أو الأعراف الدبلوماسية. ثاني شيء عودة العلاقات أو إرجاع القنصلية التونسية إلى دمشق هو قرار مرحلي ولكنه منقوص بانتظار أنه تكون السفارة موجودة. لم يلبث الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي أن انتقد بدوره عدم تمكن الأطراف السياسية الحاكمة حاليا من إعادة العلاقات مع سوريا، مدعيا أن أطرافا طلبت منها ذلك وأن ضغوط دولية تمارس عليها. المشهد لا يزال غامض، يعني طبيعة هذه العودة ليس هناك أي قرار رسمي إلى حد الآن. المسألة تتعلق في الحقيقة باستحقاق انتخابي ووعد انتخابي تقدم به الحزب الحاكم وتأخر تنفيذه على أرض الواقع. هذا القرار جاء اليوم متأخرا، والحال أن القائمين اليوم على الحكم قد وعدوا الشعب التونسي في حملة الانتخابية بأن من أوكد أولوياتهم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا التي كانت هي أصلا خطأ، ونحن تصدينا لقرار قطع العلاقات ودفعنا في اتجاه أن تكون أي حزب مرشح تكون على رأس أولوياته يعني في تلك الحملة الانتخابية إعادة العلاقات مع الشقيقة السورية. ولئن تأخر تفعيل الوعود فإن بادرة تحلحز تلوح اليوم مع إعلان تعيين إبراهيم الفواري قنصلا عاما لتونس في دمشق ليكون على رأس فريق دبلوماسي يعمل منذ أشهر في مكتب القنصلية الذي فتح أبوابه، الأمر الذي لقي ترحيبا مبدئيا من أكبر منظمة نقابية تونسية الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان من أول المنددين بقرار غلق السفارة السورية في تونس. من النقاط الإيجابية في عدم تساقط بقية أجزاء الوطن العربي في كمشة الهمجية، في كمشة الظلامية، في كمشة في قبضة الرجعية، لأن نعلم أن هذا البرنامج لا علاقة له كما قلت بالوطن العربي. من جهته أوضح وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أن القنصل الجديد سيلتحق بمكتبه في دمشق خلال الأيام القليلة القادمة ليستأنف أعماله ويقدم تقريرا على وضع الجالية التونسية في سوريا. تاريخيا لم تقاطع تونس دبلوماسيا أي بلد لاعتبارات داخلية تخصه، وعودة العلاقات مع سوريا تدريجيا يعتبر تصحيحا مهما تعلن به تونس أنها قطعت مع سياسة الأحلاف وأن مواقفها لا ترتهن إلى أي طرف من الأطراف وأنها مع سوريا ومع الشعب السوري أولا وأخيرا. أمل الهذيلي للفضائية السورية، تونس.